اهلا بحضراتكم من جديد والترند المحلي. نروح مع بعض نشوف الترند المحلي النهارده بنتكلم على ايه، وبالتاكيد هيكون ابرز الكلام على منتخبنا الوطني. اول حاجه معانا الحساب الرسمي والصفحه الرسميه للاتحاد المصري لكره القدم على تويتر، واللي بيقولوا ان انضم الثلاثي محمد النني واحمد حجازي ومصطفى محمد لتدريبات المنتخب. كلنا عارفين خلاص ان الاجنده الدوليه بدات بالنسبه للمحترفين من يوم 3 يناير بالامس، فالنهارده انضم النني وحجازي ومصطفى محمد، وبكره هيكون في انضمام لمحمد صلاح بعد سلبيه المسحه اللي اجراها عقب عودته من انجلترا هو ومحمود حسن تريزيجيه، اللي بالتاكيد بنسعد دايما لما بيكون موجود في قائمه منتخبنا الوطني. نروح كمان لحساب الوطن سبورت، وبيتكلموا على محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه. حساب الوطن سبورت على تويتر بيقول ان سلبيه مسحه صلاح وتريزيجيه قبل المشاركه في تدريب منتخب مصر، اذا بكره 5 يناير هيكون التدريب اللي هيشمل كل اللاعبين اللي تم اختيارهم في كاس الامم الافريقيه. اتمنى كارلوس كيروش يسافر ب 28 لاعب، مش هتخسر حاجه لو خدت 3 مع ال 25. معظم المنتخبات الكبيره اللي هتلعب للمباراه النهائيه واخده 28 لاعب. استفيد بالاوبشن اللي حطه الاتحاد الافريقي، لان امور الكورونا والاجراءات الطبيه في الكاميرون ما تضمنهاش، فاتمنى ان يسافر بال 28، لان في اي لحظه لو احتاج لاعب عشان يسافر مش هتبقى طياره خاصه وهتبقى اجراءات كورونا ليها وضع مختلف، وبالتالي هيبقى فيها مغامره كبيره جدا. اروح بعد ذلك لحساب اليوم السابع، وبيتكلموا عن سفر منتخبنا الوطني. منتخب مصر يتوجه الى الكاميرون بطائره خاصه يوم الجمعه المقبل يوم 7 يناير ان شاء الله، وهتكون بعثه منتخبنا الوطني هي اخر بعثه تصل للكاميرون استعدادا لكاس الامم. شفنا المغرب وصلت بالامس، وفي عدد من المنتخبات العربيه وصلت خلال الساعات القليله الماضيه. نروح كمان بعدها لحساب الوطن سبورت، بيتكلموا على كارلوس كيروش لو فاز او اذا فاز بكأس الأمم الإفريقية، إيه هي المكافآت اللي موجودة في التعاقد مع المدرب البرتغالي؟ مكافآت كيروش من الفوز بكأس الأمم تصل إلى 200,000 دولار. اكسب بس البطولة وال 200 يبقى 300 و400. فرحة الشعب المصري ما تساويش قدامها أي أرقام، فنتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني اللي بعدها على طول عنده مباراة مهمة جدا في الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم. نروح لحساب يلا كورة على تويتر، وتصريحات مهمة جدا للحاج عامر حسين، بيقول رابطة الأندية لا علاقة لها ببطولة كأس مصر، اتحاد الكرة هو من يتولى تنظيمها، لا أعلم ما هو مصير نسخة الموسم الماضي من البطولة. خدوا بالكم دي تصريحات الحاج عامر حسين النهاردة بصفته عضو رابطة أندية، بكرة هو هيكون عضو اتحاد الكرة، فبالتالي لما يتسأل على الكاس هيكون من صميم اختصاصاته. الناس ما تستغربش، هو النظام كده، يعني هو النهاردة عضو رابطة فبيقول لك الكاس مش مسؤوليتي، بكره هيكون عضو اتحاد كوره هيقول لك الكاس مسؤوليته، وهيقول لك بقى اذا كان هيتلعب ولا مش هيتلعب، نكمل القديم ولا نبدا الجديد، كل ده نعرفه بقى منه بقى لما بكره يبقى عضو مجلس اداره في الاتحاد، لكن النهارده هو عضو رابطه، فمحدش يساله على الكاس، بكره لما يكون عضو اتحاد كوره نساله على مباريات كاس مصر. طيب نروح لحساب الاتحاد المصري، ودي اخر حاجه معايا في الترند المحلي، ونركز مع بعض لان بصراحه انا قدامي موضوع كتير قوي وكلام كبير قوي، لكن ممكن نلخصه في كلمتين. حساب الاتحاد المصري بيتكلموا على ان اهم اعمال اللجنه المكلفه باداره الاتحاد المصري لكره القدم عن فتره عملها من 18 ديسمبر 2020 حتى 5 يناير 2022، اللي هو بكره اخر ميعاد بالنسبه للاتحاد المصري واللجنه المكلفه. طيب دي اخر حاجه معايا في الترند المحلي، لكن عايز اعلق وانا بتكلم مع حضراتكم، لان بصراحه لما دخلت وشفت ابرز الاعمال، يعني فكرة مثلا إن منتخب تشكيل منتخب مواليد 2003 وتشكيل منتخب مواليد 2006، هل دي من ضمن الإنجازات؟ ده طبيعي جدا لما تشكل منتخبات ناشئين وشباب. منتخب الصالات معرفش راح لدورة طوكيو أو لعب مباريات في الفترة اللي فاتت، منتخب الصالات ما راحش كأس عالم أو نتائجه كلها نتائج سلبية. لعب أول مرة في تصفيات إفريقية بس مش من ضمن الإنجازات، يعني ما عملش زي منتخب المغرب في مباريات كأس العالم. فكرة تغيير الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وتعيين مدير فني عالمي بقيادة كارلوس كيروش، ايه الانجاز في ده؟ يعني ايه الانجاز انك جبت كارلوس كيروش؟ ده كان معروض على مصر كذا مرة قبل كده، ودرب جنوب افريقيا، وقبل ما يجي منتخب مصر كان بيتفاوض مع اتحاد جنوب افريقيا وما اتفقوش وجابوا مكانه هيجو بروس. انت ما جبتش مثلا زين الدين زيدان، انا بتكلم بكل صراحة. وبعدين فكرة ان هو تصدر المجموعة وتأهل للدور الفاصل، طبيعي انه يتصدر المجموعة وتأهل للدور الفاصل. يعني انت منتخب مالي اللي معاه مدرب من مالي محمد مجسوبة بياخد 2000 دولار في الشهر وبقاله 5 شهور ما بيقبضش راتبه، وصل مع مالي لصداره المجموعه ب 16 نقطه وكان معاه منتخبات قويه، لما توصل كاس عالم يبقى اقول ده انجاز، انا معاك في ده، لكن فكره تصدر المجموعه يعني ايه الانجاز في ده؟
ده بالنسبه للاستاذ احمد مجاهد اللي بيقول على انجازات الفتره اللي اشتغل فيها كلجنه ثلاثيه او احاديه. اللي لفت انتباهي بقى بيقول لك ايه، ماذا قدمت لجنه احمد مجاهد للمسابقات القرويه في مصر؟ يا راجل يا طيب، قدمت ايه؟ ده انت لغيت كل اللجان، ده انت لغيت لجنه المسابقات، لغيت لجنه الانضباط، لغيت لجنه الاستئناف. لاول مره الدوري المصري بيتلعب سنه كامله بدون لجان. ايه اللي قدمته انت بصفتك رئيس لجنه ثلاثيه للكره المصريه ولمسابقات الكره المصريه؟ ده كلام يتقال. وايه فكره اصلي نظمنا حوالي 15,000 مباراه؟ احنا هنهزر يا جماعه، هي دي من ضمن الانجازات؟ الحاجه الثانيه يقول لك ايه، سددنا كافه مستحقات الحكام المتاخره. ما ده دورك وده واجبك، هو ده انجاز البنيه التحتيه للكره المصريه ان فندق ومركز المنتخبات الوطنيه تم انجازه وتم افتتاحه. انا من اول ما اشتغلت في المجال ده من 2004 واعرف ان في بنيه تحتيه بتتم في 6 اكتوبر لمركز المنتخبات الوطنيه. اكتر من 16 سنه اربع خمس مجالس ادارات اتغيرت على المكان ده الى ان تم انهاء اعماله الفتره الاخيره، ومع ذلك لما جه المنتخب يعسكر ما راحش. يعني لما المنتخب بدا يبدا معسكره لا دخل فندق اقامه مركز المنتخبات ولا اتمرن كمان فيه، وحتى المباراه الوديه اللي هيلعبها مع منتخب الكونغو للمحلين هتكون في استاد الدفاع الجوي، يعني حتى المكان مقفول، اتفتح بس جه جاني انفانتينو خدنا الصوره مع باتريس موتسيبي والموضوع انتهى على كده. قال لك بنيه تحتيه. اخر حاجه بقى قبل ما اروح للمشاركات، قال لك العلاقات الخارجيه للكره المصريه في فتره لجنه مجاهد. مع احترامي الكامل لحضرتك، العلاقات الخارجيه ده هتبقى نقطه سوداء بنفس المعنى كده، نقطه سوداء في عهد الفتره الحاليه اللي بيديروا الكره المصريه واللجنه الثلاثيه. ان كاس الامم الافريقيه متزامنه مع كاس العالم للانديه، ان عندك نادي بيمثل مصر وافريقيا رايح كاس عالم ومن غير اهم 9 لعيبه في التشكيله الاساسيه. هو ده اللي انت قدمته للعلاقات الخارجيه للكره المصريه، علاقات زيرو للاسف. اروح للمشاركات الخارجيه ومساله بقى راي الناس في القرعه، قرعه كاس الرابطه. احمد بيقول طبعا احنا عارفين ان اصعب مجموعه هي مجموعه الاهلي، بس بجد القرعه بطريقه مريبه وتثير الشكوك. هي عشان فكره بس ان القرعه اتشرحت بعد ما اتعملت. محمد حماده بيقول قرعه قويه وجيده جدا ومجموعه الاهلي قويه وان شاء الله الاهلي يحقق البطوله. نروح كمان لاحمد سعيد الحلواني بيقول مساء الخير والسعاده عليك يا كابتن محمد. مساء الخير يا استاذ احمد. قال اعتقد ان المجموعه متوازنه جدا جدا، وبعدين مفيش حاجه صعبه على الاهلي، الاهلي قادر على كل شيء وربنا يوفقهم ان شاء الله ويحصلوا على البطولة، وإحنا في انتظار بطولة كأس العالم للأندية الغائبة عن دولاب الأهلي، أهلاوي وأفتخر. آخر رأي معايا أحمد رمضان بيقول كويسة ومجموعة الأهلي قوية، بس الأهلي يقدر إن شاء الله، بإذن الله الأهلي يقدر، وهي فرصة جيدة مباريات ودية قبل ما تسافر كأس العالم للأندية. اللعيبة اللي ما بتشاركش بشكل أساسي تبدأ تخوض منافسات ومباريات رسمية مع فرق قوية في الدوري من خلال مباريات كأس الرابطة. إلى هنا نصل لختام حلقة ترند، بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.